السلام عليكم ومرحبا بكم. قبل ما نبداو كالعادة نصلوا كامل على النبي، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. أنا اسمي ريتاج، مريضة، ودوك راكم رايحين تعرفوا قصتي والشي اللي كنت عملته قبل ما نروح نفوت الامتحانات. بلك الناس كاع راهم رايحين يتعاطفوا معايا ونغيضهم، وبالك كاين اللي راح يقولوا لي علاش درتي هكذاك. كملوا حكايتي دوك تفهموا مليح مليح. انا متوسطه الجمال، طفله على قد الحال، حاليا راني مقبله على شهاده البكالوريا. ادعوا لي ربي ان شاء الله يسهل لي ونجيب الباك نتاعي بالمعدل اللي راني حباته. في عمري 20 سنه راني رايحه نولي بكم لسنوات مضت، والنهار اللي رحت نعقب فيه البيان بالضبط. الأيامات الأولى تاع العام الدراسي كنت مجوزتهم عادي، الحمد لله المعدل نتاعي كان 18-17، كنت متفوقة وكامل كانوا يجول عندي باش ينقلوا. كانوا يغيضوني بزاف على هذا، كنت نوري لهم، وحتى الأساتذة نتاعي كاع يقعدوني قدام البيرو ومرات يعيطوا عليا وينقصوا لي النقط غير على جال هاد الحاجة. بصح أنا ما بغيتش نقنع، هذا قلبي الطيب داير كيما هكذا. المهم فوت اول فصل عادي وما صار لي والو. في الفصل الثاني هنا اللي راهي رايحه تبدا قصتي، وليت نحس راسي يوجعني بزاف، على بالكم لدرجه انه ولا نومي ثقيل. ماما ولات تدير لي حاله، اخترت نريقي البورتابل نتاعي نحطه عند راسي باش الصباح نوض على 7. المهم هو يصوني وانا نطفيه ونعاود نرقد، بس كنحس راسي ثقيل. ماما ولات ديما ضلت تحير فيا تقولي نوضي يا شكارت الرقاد، علاش راكي كيما هاكي فوتك الوقت؟ وانا نقولها ماما مانيش قادره. هي في البدايه ما كانتش تفهم كلامي، كانت حسبت لها باللي راني نسهر في الليل ولا على هذا راني نعاني من راسي. لكن مع مرور الايام زاد السطر اكثر واكثر قوة عليا، وانا كل يوم نشتكي لها. واحد النهار جات قالت لي يا بنتي جيب لي ربي راكي تسهري. قلت لها ماما والله العظيم غير البارح رقدت على 8 تاع العشيه، بصح كي جيت نوض مع الصباح ما قدرتش، راني نحس مع الصباح ديما راسي ثقيل ماشي قادره نهزو. وهي قالت لي ايه مال خلاص ندوك للطبيب وصاي. جا بابا خبراتو، رحنا فوتنا عادي. المهم الطبيب هذاك قال لها باللي شوفي انا ما نقدر نعرف والو، لازم عليها دير لي راديوات، وعطانا تانيك واحد البريه نديروها في السبيطار، وقال لها لازم عليك ديري لنا راديو على راسها هكذا باش نعرفو مليح مليح واش عندها. المهم رحت درت واش قال لي، جبت له كامل هذوك الاوراق، هو قعد يقرا ومصدوم. قال لي يا بنتي ما عندك والو، راني نشوف كل شيء طبيعي الحمد لله، وما معطالي لي زاناليز تاع الدم كلش خرج طبيعي. بس هذا السطر منين راه يجيني الله اعلى واعلم، وكل مره يزيد اكثر واكثر. كاين جيراننا نصحوني وقالوا لي روحي عند الراقي، هو اللي راهو رايح يعرف دواك، بالك كاش ما عندك سحر ولا عين قاويه ولات لك هكذا. انا خذيت بالنصيحه نتاعهم، زدت رحت تاني للراقي كان معروف في منطقتنا، رقيت عنده بصح ما كاين حتى نتيجه، بالعكس راني نشوف باللي راسي زاد عليا الحال اكثر واكثر. واحد النهار وانا داخله للسيام نتاعنا حتى تلاقيت بالمراقب العام برا، قال لي وش بيك بنتي وجهك راهو صفر. المهم من تما فقدت الوعي وما جبتش الخبر كامل واش صرالي. هما رفدوني وقعدوا حاطيني لداخل في الاداره، والاساتذه كامل متدورين بيا. حليت عينيا وقلت لهم وين راني هذا، قالوا لي يا بنتي وش بيك راكي مريضه. جات استاذه تاعي نتاع التاريخ والجغرافيا كانت تموت عليا، ما صدقتش، حسبت لها راني رايحه نموت. بيسك صح صح وجهي ما كانش كاع يبشر بالخير، كانت لا كولور نتاعو ما تفهموها صفراء ما تفهموها خضراء. على كل فات هذاك النهار عيطوا لماما وبابا جاوا داوني. من ثم رحنا مباشره للطبيب نتاع الاعصاب، زادوا حكاو له واش صرا بيا، وهو قال لهم باللي ما عندها والو لكن كاين حل واحد، لازم عليكم بنتكم تديروا لها ليرام هكذا باش نعرفوا واش عندها، واكيد راهو رايح يبان كل شيء. بعد ايام كنت درتو وديته للطبيب نتاعي، هو تماك اتشوكا من واش شاف. قال لي هي بنتي مازالك صغيره بصح ربي سبحانه ابتلاك، عندك سرطان في راسك وعلى بالك حتعيشي، ماشي راح نقول لك تموتي ولا، بصح راح تسوفري بزاف في حياتك ولازم علينا نبداو برحله العلاج نتاعك.
انا يا وليت حاله فمي. قلت له كيفاش كيفاش يا دكتور؟ قريب جهلت، وليت نعيط وهو يسكت فيا ويقول لي صاي ما كاين والو بنتي. المهم الطبيب هذا كان صريح جدا وقال لماما وبابا بلي عادي لازم نحكوا للمريض بواش راه به باش هكذا يتقبل مرضه ونقنعوه غير بالعقل. انا ما تقبلتش بيني وبينكم ولا غير قريب هبلت. والدليل هو الفصل الثاني اللي معدلاتي هبطوا حتى ل 11 فاصل. ايه صح الاساتذه زادوا لي نقط وعاونوني كي شافوني هكذاك مريضه، مي بصح والله العظيم ما قدرت نقرا. ايماجينيو انا كي نشد الكراس ونبدا نحفظ كل حاجه تطير من بالي في ورقه الامتحان. المهم فوت هذاك الفصل وانا على اعصابي بس راهو جاي الفصل الثالث وراح يكون فيه امتحان المصير يعني البيان. انا قلت صايب بينا بلي ما رانيش رايحه نجيبه. الفصل الثاني من 17 هبط ل 11، كي الفصل الثالث بينا بلي راح نزيد نهبط اكثر. انا ما كنتش حابه نطلع بالانقاذ، كنت حابه نجيب معدل عالي ونطلع به ونتخصص في الحاجه اللي كنت حابتها، ولكن كان كل شيء عكس المتوقع. اليامات هذوك اللي وليت نسوفري فيهم اكتر واكتر من علاجات واطباء وادويه الى اخره. شعري ولا يطيح من الجذور، تخيلوا خطرات نكون راقده نوض الصباح نلقى كمشه شعر طاحت فوق المخده تاعي، ايه في مناطق مختلفه من راسي. بس السرطان هذاك اتطور وما كانش سهل على اي انسانه ولا نقول اي امراه، لانه الشعر هو نصف الجمال نتاعها. حبيت نقول لكم معلومه، انا ما كنتش بنت متحجبه، الله غالب ربي يغفر لي، على بالي بلي كنت غالطه بزاف، مي جايه كيما هكا وخلاص. اصلا هذا ماهوش موضوعي وربي اللي عارف واش كاين في القلوب. شعري ولا يفرغ مرات في مقدمه الراس مرات في الخلف، وانا يا نستعمل غير مساحيق تاع تجميل باش نرقع، ولكن يجي نهار وين يبان. قعدت شويه برك من شعري، وليت ديما ندير بوني كاسكيطه، حتى جا هداك النهار اللي خلاص وليت ما نقدرش نخبي وما عنديش واش نخبي. وفي هذيك الفتره بالذات راني شافيه مليح مليح باللي كنت راني رايحه نفوت البيام تاعي، ولكن للاسف الشديد شعري تلمو ولا يطيح بزاف. هذيك الشويه اللي قعدت ولات دير لي حكه كبيره، ومام الطبيب نتاعي قال لي تاخدي راي نحيها كامل وديري خمار وخلاص، هكذا واحد ما راهو رايح يفيق لك. وانا ما كنتش نحشم بمرضي، صدقوني تماك داخل السيام كاع عرفوا بلي انا راني مريضه بالكانسير، وكاع ولاو يجوا يتعاطفوا معايا يقنعوني يعاونوني. وصدقوني هما اللي طلعوني للدرجه الفوقانيه، بس كنت راني رايحه نحبس. الحمد لله ديما يكوراجيو فيا. المهم رحت لعند الحفافه وحكيت لها كاع ظرفي، وقلت لها تفضلي مدام لازم عليك تحفي لي كاع هاد الشعر اللي قعد لي. المهم هي ولات تقطع لي فيه وتبكي بيسك شافت بلي فراغت بزاف في راسي. وكي حكيت لها بلي عندي كونسير وكاع، مسكينه هي ودي قعدت تعنق وما طلقتنيش، قالت لي سمحي لي سمحي لي. قلت لها على واش نسمح لك، هذه راهي خدمتك، وانا الطبيب هو اللي قال لي نحي الشعر كامل ما لازمش تخليه، اصلا ما قعدلوش ويروح، علاش ما نهنيش راسي. وبقات نضحك معاها هي ودي ما صدقتش، قالت لي كيفاش عندك هاد الجرأة وهاد القناعه وهاد الرضا. قالت لي سبحان الله صح ما غلطش اللي قال ربي يبتلي العبد الصالح والعبد الطيب والعبد الصبور. قلت لها ايه هذا راهو مكتوبي، وانا راني كبيره ونعرف صلاحي الحمد لله على كل حال. المهم خرجت من تما هكداك كنت دايره كاسكيطه، بصح في الطريق قعدوا دراري صغار يتنمروا عليا، وكاين بزاف منهم اللي والديهم ضربوهم. رحت فوت اصعب مرحله في حياتي اللي هي الاختبارات. الاختبارات وانا هكا كمحفه شعري كيما يقولوا بولا زيرو دايره كاسكيطه، مي كامل شافوني تماك وتاكدوا باللي انا راني منحيه كامل شعري، وما كاش واحد فيهم انطق بكلمه واحده بس على بالهم الحكايه. المهم فوت هذوك الامتحانات، ولا كل مره راسي يوجع فيا اكثر واكثر، حتى جا هذاك النهار اللي خرجت فيه النتيجه وقالوا باللي انا ما جبتش البيان. لا غالب هذا كان مكتوبي. المهم انا ما قطعتش الياس، ماما ديما واقفه معايا، وحتى دوك الاساتذه قالوا لي لا غالب راكي تعرفي باللي البيان ماشي حنا اللي نصحوا الاوراق، لو كان جينا حنا والله العظيم غير نعطوك 20 على 20 وتطلعي لليسي، بس كنعرفوا باللي انت كنتي تلميذه نجيبه وتعرفي تقراي. المهم الحمد لله انا عاودته، بصح ما قطعتش الياس، عاودته للمره الثانيه ما جبتوش، وزدت عاودته للمره الثالثه
هنا كنت جبته بمعدل 11 فاصل. هو صح ماهوش المعدل اللي كنت أنا نتمناه، مي بصح معليش. المهم جبته وطلعت للليسي، وليت نتلاقى بكامل صحابتي اللي كانوا يقراو معايا في السيام، وكامل فرحولي وهناوني، والحمد لله زدت طلعت للثانية متوسط، والآن راني نفوت في الباك. ادعوا لي ننجح، راني دايما مازالني مصممة وواقفة ومعولة على قرايتي، وقلت هذا المرض مستحيل يمنعني، مستحيل يمنعني من أحلامي وطموحاتي. على بالي راح تستغربوا وتقولوا كيفاش وحده مريضه بالسرطان مازالها تقرا. نقولكم ايه، هادي راهي نعمه من عند ربي، ابتلاني بالمرض لكن اعطاني قوه عظيمه وعظيمه. وحكيتي يا اختي في اليوم حبيت نحكيها، بلاك كاين كاش انسان ولا انسانه تكون مريضه وعندها هذا المرض وراهي تتبع فيك، نقول لك شدي غير في ربي سبحانه، بس هو اللي قادر يعطيك القوه ماشي من العباد. وهذوك الناس اللي ما يحبوكش ويتنمروا ليك ويحبوا يحطموك ما تعانديهمش. انا تعرضت لفئة معينة ونقول صغيرة من هاد الناس لكن ما عبرتهمش. ماما وبابا واقفين معايا في الحلوة والمرة. يا اختي في الله حكايتي راح تكون مختلفة، بالك ما كاش في اليوتيوب اللي حكاها. اليوم حبيت نحكيها لأول مرة في حياتي، وحبيت نسمعها بصوتك انتي بسك تعجبيني. وقولي للمتابعين انت وعك يدعيولي من قلوبهم باش ننجح في هاد الفترة الصعيبة. مازالني نعاني من هادوك الآلام ومازالني مع العلاج أكيد، وإن شاء الله ربي يشفيني ويشفي أي مريض في هذا الدنيا. أنا حاليا راني قانعة وراضية بمكتوب ربي، في نفس الوقت ما رانيش عارفة سبب المرض، ممكن تكون عين ولا سحر، مع أنه الطب راه واضح في هذه الأمور. والحمد لله أنا ما رانيش موسوسة من هذه النواحي كامل. نطلب منكم برك الدعاء هذا مكان، وربي ينجح أي واحد رايح يفوت. ومدام رانا مقبلين على الامتحانات ان شاء الله تحطيها في هذه الفتره باش كاع الناس يتوعوا ويعرفوا باللي كاين الناس اكثر من حالاتهم، وشوفوا كيفاش مازالهم صابرين واقوياء. ربي يخليك اختي في اللون، نتمنى لك كل النجاح، راكي فور كملي كيما راكي، نحبك بزاف.